إحراق الحوزات الكهنوتية الدينية في طهران حدث ذو دلالة كبرى. جاء إقدام آلاف الثوار الإيرانيين على إحراق الحوزة الدينية في طهران للمرة الثانية، والهتاف أمامها: يسقط الدكتاتور خامنئي، ارحل أيها الطاغية، الشعب يتسول وخامنئي يتصرف كإله، ليؤكد العديد من التكهنات داخل طهران وخارجها بأن الملالي مقبل على انهيار كبير. فإحراق الحوزة الدينية بكل ما تضمه من مشايخ الملالي وعلمائه ومفتيه وكهنوته يبعث برسالة إلى خامنئي في قصره، مفادها أن ثورتكم الدينية الطائفية فشلت في النهوض بإيران وأوصلت الإيرانيين إلى الحضيض، فقد سقطت شرعيتكم وسنحرق حوزاتكم وأنتم فيها. إن إحراق هذه الحوزات وإهالة التراب عليها يدنسان شرف الملالي في الوحل، ويؤكدان للعالم كله أن أوكار الحكم الديني الطائفي في طهران لم تعد في أمان بعدما امتلك الشعب الإيراني الجرأة على مهاجمتها وإحراق هذه القلاع الحصينة التي تمثل شرف الملالي وآياته، كما أن إحراقها يفتح الباب أمام ثورة بديلة مدنية تجاري العالم وتأخذ بأيدي الشعب الإيراني إلى حياة التحضر والمدنية. إن انطلاق الموجة الثالثة للانتفاضة الإيرانية قبل نحو أسبوع، وبعد موجتي ديسمبر 2017 ويونيو 2018، يؤكد أن الملالي فشل في إنقاذ نفسه وفشل في إنقاذ طهران، كما أن خدعته في الضحك على الإيرانيين بأن أمريكا والغرب هما من يدعم شرارة الانتفاضة الإيرانية لم تنطلي على أحد. حرق حوزات الملالي بداية لموجة ثالثة عنيفة من المظاهرات الإيرانية ستصل عما قريب قصر خامنئي وبيوت قادة حرسه الثوري.